السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف الأول تعليم زراعي، أهلا وسهلا بكم في حلقتنا النهاردة في مادة الصناعات الزراعية. النهاردة إن شاء الله هنتناول الجزء الثالث اللي هو الوحدة الثالثة، طرق حفظ الأغذية. قبل ما أتكلم عن طرق حفظ الأغذية، برضو أحب أقول أو أراجع على الكلام اللي إحنا قلناه المرة اللي فاتت، علشان خاطر إن أنا بعد لك يعني عملية استذكار ليك. أول حاجة إحنا اتكلمنا وعرفنا يعني إيه معنى حفظ الغذاء. حفظ الغذاء قلنا إن إحنا بنحافظ على الأكل بتاعنا من عوامل الفساد، واتكلمنا وقلنا إن عوامل الفساد في عندنا حاجات كتيرة، منها الأحياء الدقيقة، منها الإنزيمات، منها التفاعلات الكيميائية، كل دي الأكسجين، كل دي لو دخلت الأكل بتاعك ممكن تخلي الأكل غير مرغوب، يعني تغيير في اللون وفي الطعم وفي الريحة وفي القوام. عشان كده إحنا بنعمل اتباع السبل والطرق اللي بتؤدي إلى تقليل أو وقف عوامل الفساد. واتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا إن إحنا ممكن نعمل طرق حفظ بكذا طريقة. اول طريقه ممكن ان احنا عن طريق ان احنا بنتحكم في درجه الحراره. ازاي؟ احنا بنستخدم درجات الحراره في الحفظ. في عندنا نوعين من انواع درجات الحراره، في درجه الحراره المرتفعه وفي درجه الحراره المنخفضه. ودرجه الحراره المرتفعه اتكلمنا عن طريقه البسترة والتعقيم، وقلنا البسترة بتبقى معامله حراريه للمواد الغذائيه السائله، معامله حراريه بس ما بتوصلش لدرجه الغليان، ودي بنستخدمها في الألبان وفي العصائر. طيب وبعد كده بنعمل عملية طبعا تبريد فجائي، والتبريد الفجائي دي الغرض منه القضاء على معظم الأحياء الدقيقة المحبة لدرجة الحرارة العالية. وقلنا برضو ان احنا علشان نعمل عملية بسترة للبن ونكشف عن كفاءة عملية البسترة، ان احنا بنعمل الكشف عن ميكروب السل. ليه؟ لأنه من أكثر الميكروبات تحملا لدرجات الحرارة. اتكلمنا بعد كده عن عملية التعقيم، وقلنا ان في نوعين من انواع التعقيم. في التعقيم اللي هو التعقيم اللي بيتعمل في المستشفيات، طبعا ده التعقيم اللي بيقضي على جميع الاحياء الدقيقة. وقلنا التعقيم بتاعنا اللي هو التعقيم التجاري. التعقيم التجاري احنا بنقضي على 90% من الكائنات الحية الدقيقة، بيتفضل 10%. ال 10% دول ما لهمش اي تأثير على الصحة. وعرفنا ان كلمة التعقيم او التعليب هي معاملة المادة الغذائية المعبأة في عبوات محكمة الغلق، معاملة حرارية على درجة حرارة معينة ومدة معينة للقضاء على معظم الأحياء الدقيقة، ثم بعد ذلك بيتم عملية التبريد الفجائي للقضاء على الأحياء الدقيقة المحبة لدرجة الحرارة العالية. وقلنا لما بنيجي نعمل عملية التعقيم، بعد ما بنعبي المادة الغذائية في العبوات بتاعتنا وبنحط المحاليل، سواء كان محاليل سكرية أو ملحية، احنا بنعمل عملية تسخين ابتدائي. وعملية التسخين البدائي الغرض منها ان انت بتتخلص من معظم الهواء اللي موجود في العبوة، علشان بعد كده لما نيجي نعمل عملية القفل المزدوج والتعقيم ما يحصلش أي مشاكل. احنا طبعا بعد عملية التعقيم بنخلي العبوات تتخزن فترة من الزمن، طب فترة في المخزن تحت ظروف وشروط اشتراطات صحية. ليه؟ علشان لو في اي تغيير او اي حاجة حصلت مش مظبوطة، هتبص تلاقي العلبة بتاعتك نفخت كده وبقى منظرها مش صحيح، وبالتالي تعدم هذه العلبة. معناها ان انت ما عملتش، ما فيش كفاءة في عملية البسترة، عملية التعقيم، وبالتالي نبتدي نعمل نشوف ايه الخلل اللي عندنا. اتكلمنا برضو وقلنا ان في خطوة بتتعمل للمادة الغذائية قبل ما بتتعبى في العبوات علشان يتعمل لها عملية تعقيم، وهي خطوة السلق. خطوة السلق دي مهمة جدا، مش بنسلق مدة طويلة، لا ده احنا بنسلق، بنعامل المادة الغذائية معاملة عايزة، سواء كان خضر او فاكهة. ممكن الخضار نعامله بالبخار، او ممكن المادة الغذائية الخضر بتتسلق لمدة 5 دقائق، والغرض منها هي عبارة عن القضاء على ايه؟ القضاء على الانزيمات المغيرة للون، وبتعتبر برضه عملية تعقيم جزئية. ده وقلنا ان البسترة هي عبارة عن وسيلة حفظ مؤقتة، بينما التعقيم تعتبر وسيلة حفظ مستديمة. لما اجي اقول لك علل ليه؟ لان البسترة بتقلل من عوامل الفساد، ولكن عملية التعقيم هي بتعمل ايه؟ بتوقف عوامل الفساد. ده عبارة عن الحفظ باستخدام درجة الحرارة المرتفعة. خدنا بعد كده كمان الحفظ باستخدام درجة الحرارة المنخفضة، وخدنا طريقتين مهمين، خدنا عملية التبريد وخدنا عملية التجميد.
وقلنا التبريد ان انت بتخفض درجة حرارة المادة الغذائية ولكن دون تحويل الرطوبة الى تلج. وطبعا درجة حرارة التبريد بتوصل من 0 إلى 5 درجة مئوية، اللي هي درجة حرارة التلاجة. وقلنا التبريد وسيلة حفظ مؤقتة، وهي بتبقى وسيلة مكملة لعمليات حفظ أغذية جديدة. يعني انت مثلا بتعمل عملية تدخين للمادة الغذائية اللي هنتكلم عليها النهاردة، بعد كده بتكمل بعملية التبريد، يبقى دي حاجة اسمها وسيلة حفظ مكملة. وبرضه وسيلة حفظ مؤقتة، يعني بدليل ان انت لما بتيجي تحط اي نوع من انواع الخضروات والفواكه في التلاجة ما بتبقاش تقعد فترة طويلة بدون حفظ، لابد انها بتقلل عوامل الفساد وبعد كده تبتدي عوامل الفساد تنشط بعد ذلك. كلمنا برضو عن التجميد، وهي عبارة عن وسيلة حفظ باستخدام درجة الحرارة المنخفضة. بس برضو قبل ما هتكلم واقول التجميد، هقول ان احنا بنعمل عملية التبريد بكذا وسيلة. قلنا ممكن ان احنا نعمل التبريد بواسطة التلج العادي، وقلنا ممكن نعمل تبريد بواسطة التلج الجاف. وقلنا التلج الجاف ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ثاني اكسيد الكربون في الحالة الصلبة. وممكن ان احنا بنعمل عملية التبريد بحاجة اسمها المخاليط المبردة. المخاليط المبردة اللي هي عبارة عن ايه؟ انا سامع طالب بيقول لي دلوقتي عبارة عن التلج والملح، صح؟ بعد كده في عندنا ممكن نعمل عملية التبريد بواسطة سوائل التبريد. وقلنا سوائل التبريد اللي احنا بنستخدمها عبارة عن الفريون، في انواع كتيرة طبعا من الفريون، وفي عندنا الامونيا. اتكلمنا بعد كده عن التجميد. التجميد وقلنا ان التجميد هي عبارة عن وسيلة حفظ مالها، وسيلة حفظ مستديمة، لانها ايه؟ بتوقف عوامل الفساد، توقف الانزيمات، توقف اي حاجة. وبرضو قبل ما بنيجي نعمل عملية تجميد للمادة الغذائية اللي عندنا، لابد ان احنا طبعا انت ابتديت بخامة صحيحة، اختيار صنف كويس، بعملت عملية تجهيز للثمار والخضر او الفاكهة بطريقة صحيحة جدا، ابتديت تعمل عملية السلق لمدة 5 دقائق عشان القضاء على الانزيمات اللي بتغير اللون. وبرضو السلق ليه فوائد كتيرة، واحنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت، وقلنا هي فوائد السلق 1 و2 و3 و4. طيب بعد كده قلنا ان التجميد هو عبارة عن خفض درجة حرارة المادة الغذائية بس مع تحويل الرطوبة الى تلج. انت بتحول الرطوبة اللي موجودة في المادة الغذائية الى تلج. وقلنا ان التجميد ده بيحفظ بيه اللحوم، وبيحفظ بيه الخضروات والفواكه. وفي عندنا نوعين من انواع التجميد، في عندنا تجميد سريع وتجميد بطيء. حتى احنا كمان اتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا ان التجميد السريع بيفضل في تجميد بعض انواع، يفضل التجميد السريع عن التجميد البطيء. ليه؟ قلنا الاسباب والمقارنة اللي بينهم، ان ده بيستخدم ايه؟ درجة حرارة التجميد البطيء. قلنا درجة الحرارة اللي بستخدمها من -10 لـ -20 درجة مئوية، في التجميد السريع -40 درجة مئوية. قلنا هنا المدة في التجميد البطيء بتوصل لساعات، بتوصل لـ6 ساعات، هنا في التجميد السريع نص ساعة. قلنا كمية السائل المنفصل اللي احنا قلنا عليه الدريب، الدريب اللي هو السائل المنفصل لما بنيجي نسهر المادة الغذائية. في التجميد البطيء قلنا ان كميته مالها؟ كميته كبيرة، ولكن في التجميد السريع الكمية بتاعت السائل الدريب قليلة، وبالتالي المادة الغذائية بتحتفظ بقيمتها الغذائية. اتكلمنا برضو وقلنا ان بلورات التلج في التجميد البطيء بتبص تلاقيها بلورات كبيرة في الحجم، كبيرة في الحجم وغير منتظمة وخارج النسيج، ولها تأثير ميكانيكي على الأنسجة، بعكس التجميد السريع. التجميد السريع بلورات التلج بتبقى صغيرة وبتبقى صغيرة الحجم ومنتظمة وبتبقى داخل النسيج، وليس لها أي تأثير ميكانيكي على الأنسجة. طبعا ده السؤال ده بيجي في الامتحانات، وممكن يقولك اعمل وجه مقارنة ما بين التجميد السريع والتجميد البطيء. دي قلنا اتكلمنا عن ايه؟ دي اسمها الحفظ باستخدام الحرارة المنخفضة. حرارة مرتفعة قلنا مسطرة وتعقيم، حرارة منخفضة اللي هي عملية التبريد والتجميد. تبريد وسيلة حفظ مؤقتة، التجميد وسيلة حفظ مالها؟ مستديمة. ليه؟ دي بتقلل عوامل الفساد، لكن دي بتوقف عوامل الفساد. بعد كده اتكلمنا ان احنا ممكن نحفظ المادة الغذائية عن طريق اجراء التحكم في الرطوبة.
كلمة الرطوبة إن أنت رطوبة المادة الغذائية، المية اللي بتكون موجودة في المادة الغذائية. أنت عارف إن الأحياء الدقيقة بتنشط في الوسط المائي، فإحنا لو اتحكمنا في هذا الوسط بالتالي نستطيع إن إحنا نحفظ المادة الغذائية لأطول فترة ممكنة بدون ما يحصل لها أي حاجة. طبعا إحنا عارفين إن التحكم في الرطوبة فيها 3 حاجات. رقم 1 هي عبارة عن عملية التجفيف، رقم 2 إضافة السكر، رقم 3 إضافة الملح. طب إما نيجي نتكلم ونقول عملية التجفيف زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت، هي عبارة عن إيه؟ هي خفض ما تحتويه المادة الغذائية من رطوبة للحد الذي لا يسمح بنمو الأحياء الدقيقة. تاني هقول التعريف ده تاني، إما أقول لك عرف التجفيف، التجفيف هي طريقة من طرق الحفظ باستخدام التحكم في الرطوبة، وهي عبارة عن خفض ما تحتويه المادة الغذائية من رطوبة للحد الذي لا يسمح بنشاط الأحياء الدقيقة. اتكلمنا قلنا إن نسبة التجفيف بتبقى في الخضر من 4 لـ 6، ودي من الأرقام اللي لازم تعرفها كويس، ونسبة التجفيف في الفاكهة بتوصل لـ24%، وقلنا إن السبب إن نسبة التجفيف في الفاكهة بتبقى أعلى من الخضر، السبب في إن في نسبة سكر في الفاكهة، نسبة السكر بتمسك جزء من المية، ده ما بيطلعش بالتجفيف، وإلا المادة الغذائية هتتحرق. برضو اتكلمنا قلنا إن في عندنا كذا نوع من أنواع التجفيف، في التجفيف الصناعي وفي التجفيف الشمسي، وطبعا قلنا الشمسي في الشمس ربنا بنستغل فترات الصيف اللي فيها درجة الحرارة بتبقى عالية جدا، وطبعا بيتم تنشير أو نشر المادة الغذائية في مناشر التجفيف الممتازة اللي هي فيها مواصفات وشروط صحية جيدة. في التجفيف الصناعي دي بنستخدم فيها الأفران الصناعية، الأفران الصناعية لذات المراوح، وفي أنواع كتيرة جدا من الأفران. الفرق بين التجفيف الشمسي والتجفيف الصناعي إن التجفيف الشمسي ما بنقدرش نتحكم في درجة الحرارة، طبعا هي درجة حرارة الشمس بتاعت ربنا، احنا ما نقدرش نتحكم في درجة الحرارة ولا في الرياح ولا في نسبة الرطوبة. بعكس التجفيف الصناعي، انت هتحط المادة الغذائية عندك داخل الفرن او داخل المجفف الصناعي، وتبتدي تتحكم في درجة الحرارة، وتتحكم في سرعة الهواء، وتتحكم في نسبة الرطوبة، وبالتالي بيبقى عندك كنترول شوية على المادة الغذائية الناتجة من عملية التجفيف. برضو احب اقولك ان احنا في عملية التجفيف يمكن احنا تطرقنا ليها بس بطريقة سريعة، احب انوه عليها دلوقتي، ان احنا لما بنيجي نعمل عملية التجفيف طبعا بعد ما عملت اختيار الصنف المناسب وعملت عملية التجهيز، احنا بنعمل عملية سلق. قلنا السلق ده الغرض منه ايه؟ ان احنا القضاء على الانزيمات المؤكسدة المسببة لتغيير اللون. خلي بالك كمان ان في بعض انواع الخضر زي الملوخية دي لما بتيجي لابد ان احنا هتقول انت بنعمل سلق ازاي؟ احنا بنعمل عملية سلق ازاي؟ لا ما بنعملش سلق، احنا المفروض بنعرض درجة الحرارة البخار ده بيقضي لك على الانزيمات، وبالتالي تخلي الملوخية ما تكتسبش طعم القش. دي اهم حاجة من الحاجات دي كويسة. في حاجة كمان عايزة اقول لك عليها، ان انت بتعمل عملية اسمها عملية الكبرطة. عملية الكبرطة ان انت بتعرض المادة الغذائية لغاز ثاني اكسيد الكبريت. غاز ثاني اكسيد الكبريت ده بيعمل ايه؟ بيعمل عملية ان هو بيزيل اي لون غير مرغوب، يعني بيختزل اللون البني. طب وبالتالي انت بتحافظ على المادة الغذائية لما تيجي تعمل لها عملية تجفيف، بتحافظ على لونها. بالإضافة إن أنت ما بتخافش إن في عملية التجفيف لو أنت حطيت المادة الغذائية داخل المجفف ما بيحصلش أي نوع من أنواع إيه، ما بتخافش إن المادة الغذائية لونها يتغير. بالإضافة إن عملية الكبرطة بتخلي المادة الغذائية يعني الحشرات يعني المادة الغذائية المكبرطة ما بيهوبش ناحيتها أي نوع من أنواع إيه، أي نوع من أنواع الحشرات. دي من الحاجات اللي المفروض ناخد بالنا منها. يبقى عملية السلق بنعملها في الملوخية تاني علشان خاطر ما تكتسبش الملوخية طعم القش ايه؟ تبص تلاقي طعم الملوخية طعم، لو انت ما عملتلاش سلق بالبخار تبص تلاقي تكتسب طعم القش، وبالتالي المادة الغذائية اللي عندك تبقى مش حلوة، تتغير صفتها الطبيعية من حيث اللون والطعم والريحة. لكن عملية السلق دي بتخلي المادة الغذائية بتحتفظ بلونها وطعمها وريحتها.
خلاص. طيب بعد كده قلنا عملية الكبرة الغرض منها رقم واحد المحافظة على اللون، رقم اتنين بتتعرض ما لا تتعرض المادة الغذائية للحشرات، وبرده برده من ضمن الحاجات ان عملية الكبرة بتحافظ على فيتامين سي، ودي من الحاجات المهمة جدا المفروض ناخد بالنا منها. بعد كده احنا بناخد الماده بعد ما عملنا لها الكبرطه وبعد ما عملنا لها عمليه السلق، بنبتدي نفردها على الصواني وتبتدي تتحط في المجففات اللي عندنا. مميزات التجفيف طبعا انها سهله التكاليف، ان التعبئه والتغليف بتاعتها قليله، نقل الماده الغذائيه وتداولها طريقه كويسه، وتوفر الماده الغذائيه طول العام. ولكن عيب التجفيف ان انت بتحتاج الى استرجاع بالميه، ان انت بتعمل عمليه استرجاع بالميه علشان خاطر ان الماده الغذائيه تبتدي تستهلكها، وان ساعات بيحصل فقد لبعض انواع الفيتامينات زي فيتامين ب واحد، دي برضو من ضمن الحاجات اللي بتروح بالتجفيف. ده التحكم بالتجفيف. اتكلمنا برضو عن اضافه الملح واضافه السكر، وقلنا ان اضافه الملح انت بتضيف الملح على بعض انواع الخضر وانواع الفاكهه بغرض عمليه ايه؟ بغرض عمليه الحفظ. واتكلمنا عن نسب بسيطة كده، انت بتحط على المارجرين نسبة حوالي 3% من الملح عشان مادة حافظة، وممكن تحط على البيض السائل الكامل بنحط حوالي 8% من الملح. اتكلمنا برضو عن حاجة تانية اللي هي عبارة عن اضافة السكر، واتكلمنا عن حاجة مهمة جدا من اضافة السكر، حاجة اسمها الفاكهة المسكرة. الفاكهة المسكرة دي فاكهة بتبقى فيها عليها بلورات سكر، انت عملت زي ما شرحت انا المره اللي فاتت، بتعامل الماده الغذائيه زي الفاكهه، بتعملها بتحطها في شراب سكري وتعيد غليانه وتخليها بايته في الشراب السكري فتره من الزمن، وبعد كده تاني يوم تزود التركيز، تركيز السكر بتزيد لحد ما الثمر عندك بتبقى مش قادره تمتص الشراب السكري، وبعد كده بناخدها ممكن ان احنا نعمل لها عمليه تجفيف او نحطها في محلول من الجلوكوز والسكروز ونبتدي نعمل لها عمليه تجفيف، تبص تلاقي الثمره ابتدت تبقى عليها بلورات السكر. طبعا قلنا الثمره دي لابد انها تكون حاجتين، لابد انها تكون غير مكتمله النضج، يعني ايه؟ ما وصلتش لمرحله النضج علشان انت هتعملها كذا مره هتبتدي تغليها فتتحمل معاك ايه؟ تتحمل معاك ما تبقى تتهريش معاك. برضو اتكلمت وقلت لك ان انت قبل ما بتيجي تحط الفاكهه دي وتعملها فاكهه مسكره، انت بتنقعها في احماض الكبريتوز. احماض الكبريتوز المخففه دي ليها وظيفتين، هتعمل قصر للون يعني هتحافظ لك على اللون، وتاني حاجه هتخلي الماده الغذائيه اللي عندك ايه تتحمل، الانسجه بتاعتها تبقى متحمله. الكلام ده كله اتكلمنا عليه في الحلقه السابقه والحلقات السابقه، انا كل ده بسترجع علشان استرسل معاك في بقيه الحلقه النهارده. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن طريقه او طريقتين من طرق الحفظ تاني، او ثلاث طرق من الحفظ، هي عباره عن الحفظ باستخدام المواد الحافظه. طيب ايه هي المواد الحافظه؟ المواد الحافظه هي مواد لها فعل مضاد للاحياء الدقيقه. تاني هقولها، المادة الحافظة هي مواد تضاف لها فعل مضاد للمواد للأحياء الدقيقة. طبعا المادة الحافظة بتبقى لازم تكون موجودة في المواصفة القياسية، أنا ما أقدرش أستخدم مادة حافظة مني لنفسي، لا ده لازم ليها شروط وهقول شروطها دلوقتي. المادة الحافظة ممكن إنها تمنع أو تأخر أو تخفي الفساد، ممكن إنها تمنع أو تأخر أو تخفي الفساد. طبعا دي بتتحط في حدود مسموح بيها، وكل ماده موجوده او كل ماده حافظه موجوده ليها طرق من طرق الايه، ليها نسبه اضافه وليها حاجات انا هقولها. عندنا الماده الحافظه في نوعين من انواع المواد الحافظه، في عندنا مواد حافظه طبيعيه بستخدمها طبيعي، عندك زي الاحماض العضويه، الاحماض العضويه عندك حامض الخليك، حامض الستريك، حامض اللاكتيك، كل دي احماض عضويه بحطها بنسبة من 2 إلى 4% وده تركيز حافظ ليها. في عندك تانية، عندنا نوع تاني من أنواع المواد الحافظة اللي هي زي أحماض البنزويك وأملاحه، وعندنا أحماض الكبريتوز وأملاحه. هنقول شوف دلوقتي في الشريحة بتاعتنا إيه هي شروط المادة الحافظة بتاعتنا، وإيه هي أملاح البنزويك دي، أحماض البنزويك وأملاحه ليها تأثير على إيه، والكبريتوز ليها تأثير على إيه. أول حاجة الحفظ باستخدام المواد الحافظة، عندنا تعريف المواد الحافظة. المواد الحافظة عبارة عن مواد لها فعل مضاد لنشاط الأحياء الدقيقة.
طب بس خلي بالك، لازم بالنسبة اللي تستعمل بيها، ودي بتبقى مكتوبة في المواصفة القياسية. طب لحفظ الغذاء، وهي المواد اللي بيؤدي استخدامها إلى إيه؟ إلى تأخير أو منع أو إخفاء التغيرات الغير مرغوبة في الغذاء. خلاص، يبقى ما نيجي نعرف تعريف المواد الحافظة، هي مواد لها فعل مضاد لنشاط الأحياء الدقيقة بالنسبة التي تستعمل بها لحفظ الغذاء، وهي مواد التي تؤدي استخدامها إلى تأخير أو منع أو إخفاء التغيرات الغير مرغوبة في الأغذية. عندنا دلوقتي أنواع المواد الحافظة، في نوعين من أنواع المواد الحافظة، في عندنا أنواع مواد حافظة طبيعية وفي أنواع مواد حافظة كيميائية. عندنا الطبيعية زي عندنا طبعا السكر وعندنا الملح وعندنا الخل وعندنا الأحماض العضوية اللي أنا قلت لك من قيمة شوية زي حامض الستريك وحامض اللاكتيك. يبقى دي أنواع المواد الحافظة الطبيعية: الملح، السكر، الخل والأحماض العضوية. عندنا المواد الحافظة الكيميائية، عندك زي أحماض البنزويك وعندك أحماض البوريك وعندك الكبريتوز وعندك الفورمالدهايد، ودي من ضمن المواد الحافظة الكيميائية. طب لما نيجي نقول ايه هي الشروط اللي المفروض توافرها في المواد الحافظة، اول حاجة ألا تكون مهيجة للجهاز الهضمي. يعني انا ما استخدمش مادة حافظة اخدها تعمل لي مشكلة في الجهاز الهضمي بتاعي، ألا تكون مهيجة للجهاز الهضمي. تاني حاجة، ألا تؤذي الجسم في الظروف العادية ولا تعطل الإنزيمات الهاضمة، ما خدهاش تعمل لي مشاكل في الجسم عندي. بعد كده كمان، ألا تكون قابلة للتحلل في الجسم إلى مواد أكثر سمية. ما جيش أنا آخد مادة غذائية فيها مادة حافظة وألاقي بعد ما بتدخل الجسم تبتدي تتحول لمواد لها تأثير سمي على الجسم، يبقى دي ما تبقاش مادة حافظة. برضو ألا يؤدي استخدامها إلى استعمال خامات غير صالحة والإهمال في الشروط الصحية. ممكن حد يقول مثلا أنا دلوقتي هستخدم مادة حافظة، مش مهم أغسل المواد اللي بقطع بيها، مش مهم الخامة تتغسل. ده الكلام ده طبعا غير مرفوض تماما. يبقى ألا يؤدي استخدامها إلى استعمال الخامات الغير صالحة والإهمال في الشروط الصحية. عندنا برضو من ضمن الحاجات سهولة الكشف عليها في الأغذية وتقديرها. يعني أنت دلوقتي حاطط مادة حافظة مسموح باستخدامها في المواصفة القياسية، وجيت عايز تعرف نسبة الإضافة قد إيه، عاوز تكشف عليها، لابد إنها تكون سهلة الكشف عليها في الأغذية وتقديرها، يا إما كده يا إما ما نستخدمهاش. إحنا دلوقتي عندنا الشريحة دي زي ما هي واضحة، إن المادة الحافظة اللي عندك، في عندنا الأحماض العضوية اللي احنا خدناها اللي هي حمض الخليك، وعندنا حمض الخليك، وعندك حمض الستريك، عندك حمض اللاكتيك، وقلنا دي اللي بنستخدمها بنسبة 2 ل 4%. في عندنا المادة الحافظة، عندنا حمض البنزويك وأملاحه، وفي عندنا حمض الكبريتوز وأملاحه. طب لما نيجي نتكلم عن الأحماض العضوية، زي ما أنا قلت لك دلوقتي، عندنا حمض الخليك وحمض الستريك وحمض اللاكتيك، التركيز الحافظ لها كام؟ هو 2 ل 4. هقولها تاني، الأحماض العضوية زي إيه؟ زي حمض الخليك وحمض الستريك وحمض اللاكتيك، التركيز الحافظ ليها بيكون من كام لكام؟ بيكون من 2 إلى 4. في عندك دلوقتي حمض البنزويك وأملاحه. قبل ما أتكلم عن حمض البنزويك وأملاحه، أحب أقول أنوه حتة كده صغيرة، أقول إن حمض البنزويك وأملاحه أشهر ملح بستخدمه في حفظ المادة الغذائية هي مادة اسمها مادة بنزوات الصوديوم، ودي المادة دي مذكورة في المواصفة القياسية. طيب احنا ليها نسبة استخدام، يعني احنا ما بنستخدمهاش بأي نسبة كده، لا أنا بستخدمها بنسبة حوالي 1 من 10%. بنسبة كام؟ 1 من 10%. بنزوات الصوديوم أو أحماض البنزويك وأملاحه، هتبص تلاقيه إن ليها تأثير فعال جدا على إيه؟ على الخمائر. يعني البنزوات، مادة بنزوات الصوديوم، بتتحط علشان المادة الغذائية اللي عندها ما يبتديش يصيبها نوع من أنواع الخمائر. بس تخلي بالك، بنزوات الصوديوم دي علشان تشتغل معاك لابد إن لها شرط، لابد أن يكون الوسط حامضي. يعني المفروض يكون البي اتش بتاعي يكون بيساوي 4. ليه؟ لان لا تعمل هذه المادة، لا تعمل الا في الوسط الحامضي. عند بي اتش كام؟ عند بي اتش 4. يبقى في حاجة لازم تاخد بالك منها. اول حاجة،
حماد البنزويك واملاحه اشهر ملح مشهور بنستخدم في الصناعات الغذائيه في حفظ الماده الغذائيه من الخمائر، هي ماده بنزوات الصوديوم. بتضاف بنسبه كام؟ بتضاف بنسبه 1/10%. عند بي اتش كام؟ عند بي اتش 4. ليه؟ لان البنزوات لا تعمل في الوسط الا في الوسط الحامضي. ما تيجي تستخدم البنزوات ما تتحطش على الماده الغذائيه كده كباودر، لا، دي لابد ان انت بتدوبها في شويه ميه وبعد كده تبتدي تتحط على الماده الغذائيه اللي انت عايز تحفظ بيها، علشان ما يحصلش انها تكلكع معاك في الماده الغذائيه ويبقى كده ليها تاثير مش كويس. خلي بالك الماده الحافظه اللي بستخدمها لابد ان تكون معروفه، يمكن الكشف عنها ويمكن تقديرها، يا اما كده دي تبقى من اهم شروط الماده الحافظه. الماده الحافظه لابد ان انت ما تهملش في الشروط الصحيه، لابد انت هتستخدم ماده حافظه بس في نفس الوقت لابد ان يكون التلوث الابتدائي عندك ضعيف جدا. تعمل كل حاجه كويسه، غسيل ايدين، غسيل السكاكين، غسيل الماده الخام، كل دي لابد ان انت تستخدمها حتى لو انت هتستخدم الماده الحافظه اللي هتمنع لك نمو الاحياء الدقيقه. ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه لاملاح احماض البنزويك واملاحه. في عندنا احماض الكبريتوز واملاحه. احماض الكبريتوز واملاحه ده ليه تاثير على الفطريات، يعني التاني البنزوات كان ليها تاثير على الخمائر، دي ليها تاثير على الايه؟ على الفطريات. طيب لابد ان احنا برضو بتستخدم عند بي اتش 2.3. 2.3. اهم الاملاح المشهوره بتاعت احماض الكبريتوز واملاحه، الملح المشهور عندنا كبريتيت الصوديوم، وعندنا كبريتيت البوتاسيوم، وعندك صوديوم ميتا باي سلفيت اللي هي ميتا كبريتات الصوديوم، هي دي من اشهر الاملاح اللي هي تبع احماض البنزوي الكبريتوز واملاحه. خلي بالك الفرق بين الاثنين، البنزوات ليها علاقه بالايه؟ بالخمائر، انما الكبريتوز او ميتا كبريتات صوديوم ليها علاقه بالفطريات. هنشوفها كده في الشريحه اللي معانا. يبقى حمض البنزويك واملاحه اهم حاجه اللي هي بنزوات الصوديوم، وطبعا قلنا بنفضل استخدامها في الوسط الحامضي. ليه في الوسط الحامضي؟ عند رقم حموده كام؟ 4. نجد ان فعله على الخمائر اكثر من الفطريات، بيستخدم في حفظ ايه؟ يستخدم في حفظ العصائر والمشروبات. عندنا برضو حمض الكبريتوز واملاحه، حمض الكبريتوز واملاحه ده بيستخدم فين؟ ده تلاقيه بيستخدم في كبرات الفاكهه. كبرات الفاكهه قلنا من قيمه شويه الكبرات ان هو بيحافظ لك على اللون، يستخدم في كبرات الفاكهه وعصيرها. هو فعال بتركيز كام؟ بصوا، بتركيز 3/10%. التاني كان بيستخدم البنزوات كانت 1/10%، لكن ده بنستخدمه بنسبه 3/10%. عند رقم حموضه كام؟ 2.4. قلنا ده فعال ضد الفطريات، من اهم الاملاح بتاعته اللي هي كبريتيت الصوديوم، وعندك وكبريتيت البوتاسيوم، وعندك ميتا كبريتات الصوديوم اللي احنا بنقول عليها صوديوم ميتا باي سلفيت. عندنا دلوقتي طريقه الحفظ الثانيه اللي هي الحفظ بالتدخين، احب اتكلم عنها برضو شويه. الحفظ بالتدخين دي من طرق الحفظ اللي معروفه جدا، كلنا عارفين ان في شم النسيم بنروح طبعا ناكل الرنجه، او ساعات بناكل اللحوم المدخنه. طبعا بيبقى ليها التدخين ده ان انت بتعرض الماده الغذائيه الى مركبات الدخان. ايه مركبات الدخان دي؟ مركبات الدخان دي بتبقى مركبات ناتجه عن الاحتراق الغير كامل لانواع معينه من الخشب. الخشب فيه انواع كويسه من الخشب، دي بنبتدي نشعلها، وفي غرف خاصه اسمها غرف التدخين، هذا الدخان بيتصاعد في بعض المركبات اللي بتتخلل داخل الماده الغذائيه، بتتخلل داخل الماده الغذائيه زي ماده الفورمالدهايد. ماده الفورمالدهايد بتدخل جوه الماده الغذائيه، دي بتبقى طريقه من طرق الحفظ، بالاضافه انها بتدي الماده الغذائيه النكهه المميزه، بتديها طعم فليفر كده، طعمه كويس جدا، فدي بتبقى حاجه كويسه احنا كلنا بنحبها، معظم الشعب المصري بيحب ايه؟ الرنجه. طبعا احب اقول برضو ان احنا ما بنستخدمش اي نوع من انواع نشاره الخشب، من اي نوع من انواع الخشب. في انواع معينه من الخشب، في عندك خشب الارو، في خشب البلوط، الكلام ده من انواع الخشب اللي بتدي دخان عالي جدا. طيب احنا بنعمل ايه ساعات؟ احنا بنبتدي ناخد هذا الدخان، ساعات بناخد هذا الدخان ويبتدي نكثفه،
نكثفه نحوله لسائل ونبتدي ندوبه يا اما في ميه او في زيت او مستخلصات مذيبات عضويه. بعد كده بنعمل ايه؟ يبتدي يتحط في رش او نقع، يعني انا استخدم الماده الغذائيه اللي انا عايزه ادخنها ارش بيها الماده الغذائيه، او ان انا انقع فيها الماده الغذائيه وابتدي اعمل عمليه الايه؟ عمليه التجفيف. طبعا انا هقول لك ازاي انت بتعمل عمليه التدخين للماده الغذائيه. يبقى انت دلوقتي عرفت ان الحفظ بالتدخين هي عباره عن تعريض الماده الغذائيه لايه؟ لمركبات الدخان. لمركبات ايه؟ الدخان. دي بتدي ماده حفظ وفي نفس الوقت بتدي طعم مرغوب للماده الغذائيه اللي عندنا. طبعا التدخين عندنا بيتعمل بالخشب اللي هو بتشعل الخشب. في عوامل تؤثر على جوده الدخان الناتج من الخشب، في عوامل بتاثر على جوده الدخان الناتج من الخشب. زي ايه؟ رقم واحد عندك نوع الخشب. نوع الخشب كل ما يكون جيد كل ما كانت الدخان المتصاعد منه بيكون عالي جدا، وبالتالي عملية التدخين بتتم على أكمل وجه. في برضو عندنا حجم جزيئات نشارة الخشب. كل ما كانت حجم نشارة الخشب وجزيئات بتاعتها كبيرة كلما كان الدخان الناتج عن هذا الخشب بيكون ممتاز. برضو درجة حرارة توليد الدخان، كل ما كانت درجة حرارة توليد الدخان عالية كل ما أدى هذا إن عملية التدخين بتتم على أكمل وجه. برضو معدل سريان الهواء في غرف التدخين، كل ما بيكون معدل السريان عالي كل ما كانت الدخان بيبقى عالي وبالتالي عملية التدخين بتتم بطريقة صحيحة. خلاص كده؟ يبقى احنا عرفنا دلوقتي حاجتين، عرفنا يعني ايه كلمة حفظ بتدخين، وعرفنا العوامل التي تؤثر على جودة الدخان من الخشب طبعا، واتكلمنا يعني ايه كلمة سائل تبريد، سائل تدخين. سائل التدخين هو عبارة عن مركبات الدخان بندوبها فين؟ في مية او في زيت، ودي بنستخدمها بحاجتين، يا اما بالرش يا اما بالنقع. التدخين عندنا فيها عندنا نوعين من انواع التدخين، في عندنا التدخين بالطريقة الباردة وفي عندك التدخين بالطريقة الساخنة. الطريقة الساخنة انت بتستخدم درجة حرارة من 40 ل 80 درجة مئوي. من كام؟ من 40 ل 80 درجة مئوي. ودي عملية التدخين بتتم بسرعة جدا جدا، بتستغرق ساعات. لكن عملية التدخين باستخدام الحرارة المنخفضة قد تصل درجة الحرارة إلى 25 درجة مئوي، ودي بتحتاج إلى أيام، ممكن تقعد 6 أيام بتعمل عملية التدخين للأسماك. نشوف مع بعض دلوقتي ايه عبارة الحفظ بالتدخين معناه ايه، ونكمل بقية التدخين. الحفظ بالتدخين عندنا اول حاجة تعريف التدخين. التدخين عبارة عن ايه؟ التدخين هو عبارة عن معاملة المادة الغذائية زي اللحوم او الاسماك بالدخان، دخان ناتج عن الاحتراق الغير كامل لاحد انواع الاخشاب الصلبة او نشارة الخشب. قلنا دلوقتي ايه هي العوامل التي يتوقف عليها جودة الدخان؟ هنقول اول عامل هي نوع الخشب المستخدم. زي ما انا قلت لك كل ما كانت جودة الخشب عالية كل ما كان الدخان الناتج بيكون عالي. في عندك المحتوى الرطوبي للخشب، يعني نسبة الرطوبة في الخشب. كل ما كان نسبة الرطوبة في الخشب عالية الدخان بيبقى قليل طبعا، كل ما كان نسبة الرطوبة أو المحتوى الرطوبي منخفض يكون الدخان قليل. برضو عندك درجة حرارة توليد الدخان، برضو دي من العوامل اللي بتأثر على جودة الدخان الناتج. في عندك حجم جزيئات النشارة المستخدمة، حجم نشارة الخشب كل ما كانت كبيرة كل ما كان الدخان الناتج ده بيبقى كويس. وده سؤال ساعات بيجي في الامتحان، اللي هي نوع الخشب المستخدم، المحتوى الرطوبي للخشب، درجة حرارة توليد الدخان، حجم جزيئات النشارة المستخدمة في عملية التدخين. وفي برضو معدل سريان الهواء أثناء توليد الدخان، معدل سريان الهواء أثناء توليد الدخان. دلوقتي عندنا ما أقول لك ايه هي الخطوات عملية التدخين. لو احنا دلوقتي عايزين ندخن مادة غذائية زي السمك، زي ما بنعمل الرنجة كده، ايه هي الخطوات الاساسية عشان نعمل عملية التدخين؟ تعال نشوف كده. اول حاجة ايه؟ اول حاجة بتعملها الشطف او الغسيل. زي ما انت شايف كده بتمسك السمك عندك وتبتدي تعمل لها عملية شطف، بس طبعا انت مش بتفتحها، لا يعمل بتعمل شطف كده تمام عشان خاطر ايه؟ تبقى نظيفة السمك كويسة كده. بعد كده بتعمل ايه؟ بتعمل عملية التمليح.
التمليح ان انت بتحط الملح الخشن على السمك، وذلك ان انت بتتخلص من اكبر جزء ممكن من الرطوبة اللي موجودة داخل السمكية. انت بتحط الملح وتبتدي ايه تملح عشان الرطوبة بتاعت السمكة تبتدي تطلع بره، وبالتالي كمان يعتبر الملح يعتبر مادة حافظة طبيعية. طب بعد كده بتعمل ايه؟ بتعمل بعد كده حاجة اسمها ازالة للملح الزائد. عندك اي املاح زايده تبتدي تنفضها وتشيلها، وتشيلها كده حتى ممكن بالميه الخفيفه كده تشيلها، على اساس ان احنا ايه ما يبقاش الملح زايد، وعشان لما بنيجي نعمل عمليه التضخيم ما بتاثرش على جوده المنتج اللي عندك. برضو ممكن نعمل كمان حاجه كمان بعد كده، بنعمل عمليه تجفيف جزئي. زي ما انت كده شايف السمكه بتتعلق كده في شجره التدخين، او تبتدي تحط ايه يمر عليها تيار من الهواء. تيار من الهواء الغرض منها ان احنا بنشيل نسبة كبيرة من الرطوبة اللي موجودة داخل السمك، عشان بعد كده ندخلها في المرحلة اللي جاية اللي هي مرحلة ايه؟ مرحلة التدخين. شايفين انتوا هنا السمك اهو بيتنشر، بيتعمل فيه شجرة اسمها شجرة التدخين، بيتعلق فيها السمك زي ما انتوا شايفين اللي هو مجفف تجفيف جزئي، وبيدخل طبعا بعد ما بيعدهم وبيرتبهم بطريقة صحيحة تبتدي يدخلها في غرفة التدخين، وغرفة التدخين ويبتدي يشغل يولد الدخان الناتج عن الخشب، وتبتدي هذه الطريقة تستمر معاه. في عندك دلوقتي حاجة، ما أقول لك عرف سائل التدخين، ودي من ضمن الأسئلة اللي بتيجي برضو كتير عندنا. إيه هي عرف سائل التدخين؟ سائل التدخين هنقول هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن مكونات الدخان، مكونات الدخان المرغوبة والمذابة في الماء أو الزيت أو مستخلصات مذيبات عضوية. خلاص، عبارة عن مكونات الدخان المرغوبة والمذابة في الماء أو في الزيت أو مستخلصات في المذيبات العضوية. عندنا اما اقول لك ايه هي طرق استخدام سوائل التدخين، عندنا كم طريقة؟ عندنا طريقتين. اول طريقة اللي هي طريقة ايه؟ طريقة الرش، ان انا باخد مكونات الدخان تتحط في رشاش كده، وطبعا هي بتبقى مركبات الدخان دايبة في المية او في الزيت، ونرش السمكة او نرش اللحمة او السوسيس اللي انت عايز تعمله، ونبتدي دي عملية رش. في عملية تانية اللي أنا بستخدمها اللي هي عملية اسمها إيه؟ عملية النقع. إن أنا السائل بتاع التدخين نفسه أمسك السمكاية أو أمسك اللحمة أو المادة الغذائية اللي أنا عاوز أدخنها، أبتدي أنقعها في هذا السائل، وثم أعمل بعد ذلك عملية التجفيف عندنا. إما أجي أقول لك إيه هي أنواع التدخين؟ أنواع التدخين في عندنا التدخين على الساخن. التدخين على الساخن، طب اما اقول لك التدخين على الساخن درجة الحرارة اللي بستخدمها كام؟ درجة حرارة التدخين اكتر من 40 درجة مئوي طبعا، وبتصل الى 80 درجة مئوي. يبقى التسخين تدخين على الساخن درجة حرارة التدخين اكتر من 40 درجة مئوي، وقد تصل الى 80 درجة مئوي. طب مدة التدخين بتبقى ايه؟ مدة التدخين قصيرة تصل لساعات قليلة. خلاص كده؟ طيب عندنا التدخين الثاني اسمه التدخين على البارد. التدخين على البارد دي درجة الحرارة بتوصل من 15 ل 25 درجة مئوية. درجة حرارة التدخين كام؟ من 15 ل 25 درجة مئوية. مدة التدخين بتبقى عبارة عن عدة أيام، يعني مش التانية، التانية كانت ساعات، إنما دي مدة التدخين بتوصل لعدة أيام وقد تصل إلى 7 أيام. عندنا دلوقتي النوع الثالث من الحفظ، الحفظ بالتخمرات. برضو احب اتكلم عن النقطة دي كويس جدا. الحفظ بالتخمرات ان انت بتستخدم الاحياء الدقيقة في عمليات الحفظ. ايه ممكن يحصل كده؟ ممكن يحصل كده. في عندنا انواع، اقول لك يعني ايه كلمة تخمر. هي عبارة عن فعل الاحياء الدقيقة على المواد السكرية وتحويلها الى مركبات لها قيمه اقتصاديه، لها فعل حافظ على الماده الغذائيه. ازاي؟ احنا ممكن ببساطه شديده من انواع التخمرات بنستخدم فيها احياء دقيقه، ممكن استخدم الفطريات، ممكن استخدم البكتيريا، ممكن استخدم الخميره، دي في اجراء عمليه التخمر. ازاي؟ انت دلوقتي مثلا عندنا نوع من انواع التخمرات اسمه التخمر الكحولي. التخمر الكحولي ان انت بتستخدم الخميرة تبتدي تاخد مواد سكر، تتغذى على مواد سكرية وتحول لك هذه المواد السكرية إلى مركبات لها قيمة اقتصادية، إلى كحول. كحول ده ليه مجال كبير أو ليه استخدامات عالية جدا.
في عندنا تخمر احنا بنستخدمه في الصناعات الغذائية. ايه هو التخمر اللاكتيكي؟ التخمر اللاكتيكي، ايه التخمر اللاكتيكي ده؟ التخمر اللاكتيكي ده تخمر بيحصل احنا بنستخدم فيها نوع من انواع البكتيريا اسمها بكتيريا حامض اللاكتيك. طب وده بنستخدمه في عمليات التخليل، في عمليات ايه؟ التخليل. ازاي؟ ان احنا في عمليات التخليل ان احنا بناخد البكتيريا بتاعت حمض اللاكتيك، ساعات يقول لك ايه؟ حط ميه مخلل قديمه على وانت بتخلل. ليه؟ الميه مخلل القديمه دي فيها كميه عاليه جدا من بكتيريا حامض اللاكتيك. بكتيريا حامض اللاكتيك هتروح هتتغذى على المواد السكريه وتنتج حامض اللاكتيك. حامض اللاكتيك ده لا ده ليه كذا حاجه، اول حاجه بيخلي لك عمليه التخليل تتم بطريقه صحيحه، وبيعتبر ماده حافظه، مادة حفظ. يبقى انت كده استغليت بكتيريا حمض اللاكتيك. خلي بالك كمان بكتيريا حمض اللاكتيك دي مهمة لما بتيجي تصنع الزبادي. انت لما بتيجي تعمل زبادي انت بتاخد اللبن بتاعك، اللبن بيكون فاتر بعد ما اتغلى وهدي شوية بيبقى فاتر، بتحط عليه بادئ الخمير، بادئ يعني علبة زبادي عندك موجودة قبل كده، تاخد منها معلقة وتحطها على اللبن. ليه بتحط الزبادي ده أو معلقة البادئ ده؟ لأن البادئ ده مليان بكتيريا حامض اللاكتيك، بكتيريا حامض اللاكتيك هتنزل جوه اللبن وتنتج حامض اللاكتيك، وده اللي بيعمل لك الخثرة بتاعت الزبادي. تبص تلاقي الزبادي عندك اتظبط كده وما فيهوش أي حاجة. إذا ده نوع من أنواع التخمر اسمه التخمر اللاكتيكي. في برضو عندك تخمر اسمه التخمر الخليكي. يعني ايه تخمر خليكي؟ ان احنا بنستخدم الاحياء الدقيقة في انتاج الخل. ازاي؟ في عندنا بكتيريا اسمها بكتيريا الاسيتوباكتر او بكتيريا حامض الخليك. بكتيريا حامض الخليك دي لما الخميرة، يعني شوف هي سلسلة بسيطة، الخميرة بتحول المواد السكرية الى كحول في ظروف غير هوائية، تيجي بعد كده بكتيريا حامض الخليك تحول هذا الكحول، بتأكسده وتحوله لحمض الخليك. يبقى انت بص عملت منتجات وحاجات ليها تأثير حافظ او مواد حافظة باستخدام عملية التخمرات. انت المطالب بيه ان انت تعرف انواع التخمرات، عندك التخمر الخليكي، عندك التخمر اللاكتيكي، في عندك التخمر الكحولي. التلات انواع من التخمرات دي ليها تأثير مهم جدا على يعني ليها طريقة من طرق الحفظ، طريقة من طرق الحفظ. طب الحياة الدقيقة أو الكائنات الحية الدقيقة اللي بستخدمها إيه؟ كلهم بما يتلائم مع طبيعته. عندنا الفطريات وعندنا الخميرة وعندنا الفطريات وعندنا الخميرة وعندنا البكتيريا. خلي بالك كمان إن عملية التخمر دي بالذات ليها استخدامات كتيرة جدا في الصناعات الغذائية. إحنا قلنا الخبز اللي أنت بتاكله، الخبز اللي أنت بتاكله ده عبارة عن إيه؟ حصل فيه عملية تخمر. إزاي؟ أنت مش بتيجي تعجن العجينة وبتحط الدقيق وبتحط فيه الخميرة البيرة؟ الخميره البيره دي بتعمل ايه؟ الخميره البيره دي عباره عن كائنات حيه دقيقه بتتغذى على المواد السكريه وبتنتج الكحول، الكحول وغاز ثاني اكسيد الكربون، وهي دي اللي بتديك تخلي العجينه بتاعتك تنتفخ معاك، وبالتالي لما بتيجي تنتفخ العجينه معاك بتشم ريحه الخبيز، بتشم ريحه الخبيز، بعد كده بتاخد العجينه دي وتبتدي تعمل لها عمليه الخبيز وبتشم ريحه كحول الايصال المطاير، وبتشم وتلاقي ريحه الماده المخبوز بيبقى ريحته حلوه. برضو ممكن ان انا بستخدم عملية التخمر في حاجة تانية، بستخدمها في صناعة الزبادي، بستخدمها في صناعة الكحول، بستخدمها في صناعة حمض الخليك، بستخدمها في صناعة الجبنة اللاكفورت، نوع من انواع الجبنة اللاكفورت ده بستخدم فيه عملية التخمر، بستخدمها في صناعة المخللات، بستخدمها في صناعة السجق المتخمر. كل دي من جراء عملية التخمر. احنا كده بالمجموعه الحلوه الجميله من طرق الحفظ دي اللي اتكلمنا عليها باستفاضه حلوه قوي، هي دي اسمها طرق الحفظ، والاسئله فيها بتيجي سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. انا عايزه استعرض معاكم دلوقتي مجموعه من الاسئله اللي بتيجي في هذه الوحده، نعرف ازاي نجاوب عليها عشان لو جات لك في الامتحان ان شاء الله تعرف تجاوب عليها بطريقه كويسه. طب ما نيجي نتكلم هنا ونقول اول حاجه، عرفنا بس الشريحة دي، نقول الأول الحفظ بالتخمرات تقوم بها الكائنات الحية الدقيقة زي إيه؟ زي البكتيريا، زي الفطر، زي الخميرة. أنواع التخمرات إيه؟ عندنا تخمر خليكي، تخمر لاكتيكي، تخمر كحولي زي ما أنا قلت لكم. طب نيجي نتكلم بقى دلوقتي أسئلة مهمة على هذه الوحدة، علل لما يلي. تعال نشوف كده أول سؤال في علل بيقول إيه؟ بيقول علل لما يلي: يعتبر البسترة من طرق الحفظ المؤقتة بينما التعقيم من طرق الحفظ المستديمة.
انا بسيب لكم عشان تجاوبوا. انا سامعه طالب بيقول لي الاجابه صح، عباره عن لان البسترة مالها بتقلل من عوامل الفساد زي الانزيمات زي الاحياء الدقيقه زي الاكسجين، ولكنها لا توقفها، ولكن التعقيم بيوقف عوامل الفساد وتحفظ الماده الغذائيه، تحتفظ الماده الغذائيه بصلاحياتها لفتره طويله. عندك تاني حاجه، علل لما يلي: تغلف قطع اللحم بالسلوفان او البولي ايثيلين عند حفظها بالتجميد. خلي بالك اللحم عشان تجمدها لابد ان انت تحطها في بولي ايثيلين زي كيس بولي ايثيلين او سلوفان. ليه؟ لان بتعمل ايه؟ للمحافظه عليها من الاكسده وتغيير اللون. ماشي. طب في اسئله تعلل، علل لما يلي، وده سؤال مهم: ليه سلق بعض انواع الخضر قبل حفظها بالتجميد؟ ليه بنسلقها قبل عمليه التجميد؟ الاجابه: وذلك للقضاء على الانزيمات التي تسبب اسوداد النون. احنا عارفين ان عمليه السلق بتعمل ايه؟ بتقضي على الانزيمات المغيره للون. في عندك حاجه كمان، اما اجي اقول لك علل لما يلي: يفضل التجميد السريع عن البطيء في حفظ اللحوم. يفضل التجميد السريع عن التجميد البطيء في حفظ اللحوم. او ممكن يجي لك الصوره اي سؤال تاني بصيغه تانيه يقول لك قارن ما بين التجميد السريع والتجميد البطيء. هنشوف كده. عندنا احنا عندنا اهو، عندنا التجميد السريع وعندنا التجميد البطيء. التجميد السريع بنلاقي بلورات التلج مالها صغيره ومنتظمه وداخل النسيج. طب التجميد البطيء ماله؟ بلورات التلج هتلاقيها ايه؟ كبيره وغير منتظمه وخارج النسيج. طيب بالنسبه في التجميد السريع، كميه السائل المنفصل ماله؟ كميه السائل المنفصل اللي هو بنسميه الدريب، الدريب السائل المنفصل الناتج من انصهار الماده الغذائيه. نجد ان كميه السائل المنفصل من اللحوم قليله فتحتفظ الماده الغذائيه بقيمتها الغذائيه. طب بالنسبه للتجميد البطيء، نبص نلاقي كميه السائل المنفصل مالها؟ كبيره، لذلك تفقد الماده الغذائيه قيمتها الغذائيه. في التجميد السريع المده اللازمه للتجميد قصيره بتصل لنص ساعه، لكن في التجميد البطيء هنلاقي ان المده اللازمه للتجميد اطول بتصل لعده ساعات. طيب في عندنا دلوقتي سؤال تاني، علل لما يلي: تجرى عمليه تبريد فجائي بعد تعقيم المعلبات. السؤال ده مهم جدا. يجرى عمليه تبريد فجائي بعد تعقيم المعلبات. بعد ما بنيجي نعمل الماده الغذائيه بنعامل المعلبات معامله حراريه على درجه حراره معينه ومده معينه، بنبتدي نعمل تبريد فجائي ليه؟ طيب طبعا عشان القضاء على الاحياء الدقيقه المحبه لدرجه الحراره العاليه. انت لو فلتت منك احياء دقيقه بتحب درجات الحراره العاليه، ومنت تعمل لها صدمه بعمليه التبريد الفجائي. بالتبريد الفجائي بتعمل قضاء على الاحياء الدقيقه المحبه لدرجه الحراره العاليه. هناخد اخر سؤال معانا هنا، هنقول: وجود ميكروب السل يدل على عدم كفاءه عمليه البسترة. طيب هنجاوب الاجابه بتاعتها ونقول ايه؟ لانه من اكثر الميكروبات المرضيه تحملا لدرجه الحراره. طبعا انا ابتديت قلت لكم كده شويه اسئله علل على هذه الوحده. باذن الله الوحده دي تكون اتهضمت عندكم كويس جدا وبتذاكروها كويس، وكل الوحدات مش الوحده دي بس. على امل ان شاء الله اللقاء بيكم، واتمنى لجميع الطلبه والطالبات النجاح والتوفيق ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.